هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما هو الفرق بين الحب في الله والحب مع الله؟ وضحوا لنا ذلك مأجورين. الحب مع الله شرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم جمعوا المحبة بين الله وبين الأصنام، هذا الشرك، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، فحب الله عبادة لا يجوز أن يشرك معه غيره فيها، هذا هو الحب مع الله شرك. وأما الحب في الله هو طاعة، وهو أن تحب من يحبهم الله من أولياء الله وأحبابه سبحانه وتعالى، هذا من أصول الإيمان ومن الدين، الحب في الله والبغض في الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. نعم.